السلام عليكم، حلقة جديدة من لعبة سلسلتي مع بيودي باي أو بيودي باي ستيوبر تيوميليتر. طبعا هاي اللعبة يعني لعبة جميلة، إنه أنت حكينا عنها الحلقة الماضية، شلون إنه تعمل قناة بقلب عالم افتراضي وتطورها وتجيب مشاهدات. المشاهدات هي الأموال بهاللعبة، والمشتركين هن اللي بيخلوك تطور. كل ما زاد المشتركين كل ما فيك تطور أكثر. طبعا أنا وصلت بهاللعبة بهالحلقة ليفل 13، هي الحالة اللي أنا وصلت لها إياها. بس أنا ما اشتغلت على شيء بموضوع التصميم، كل الأشياء عم بحطها بشكل عادي، وهي عم فرجيكم بشكل عام وين وصلنا يعني. وهي التطويرات، وفي هلا مناسبة خاصة، مناسبة الأعياد، آخر واحدة تحت اللي هي تقريبا الثلج، هي خاصة بس موجودة هلا، بعدين بتروح بعد فترة. وهي تطويرات اللي بيحب يشوفها، تطويرات ال تطويرات خلينا نقول التقوية، الشغلات اللي عملتها. هلا عم حاول جمع لاطور السبيشال اف اكس، بده 25، مع اني فيني بال 15 اشتري شغلات تانية، بس السبيشال اف اكس عم فكر جربه لاشوف بركي بيعطيني بوست منيح. هذا بنضل بنلمه كل ما يطلع بيعطينا اشياء حلوة. شو حنساوي هلا بهالحلقة يا شباب؟ لانه انتم ضعتوا اكيد بقد ما في عجقة وشغلات. اللي حساوي انه حروح لهون وروح على روم جديدة، غرفة جديدة فيها كل المواد اللي انا عندي اياها، بس بدنا نشتغل عليها من اول جديد من ناحية التصميم. يعني بكل اختصار، اذا رحنا لهون اول شيء انا بحط الوش تبعي اللي انا جايبه من هون، وينه نيكو، تمام. بروح لهون، شو في عنا شغلات تانية، وين اللي انا جايبه، هي تمام. شو في كمان شغلات عاملة، ذكروني ذكروني، هي ما بتبين، هي ما بتبين. هدول الأشياء بقى. الكرسي أنا جايب هذا الكرسي يا شباب، وينه ليكو، كرسي جيمينج بتحسوه. أنا جايب، لا ما بدي خربطها، إذا قلنا هي بالترتيب. إذا الكيبورد والماوس أنا جايب لكم هدول الزرق، الكيبورد والماوس الزرق. بالنسبة للطاولة جبت لكم يا شباب هي الطاولة السوداء، تمام. إذا هذا هو مبدئيا المكتب تبعي، وهالأشياء هاي هي المساحة الكلية اللي قدرت أوصل لها. ما قدرت أوصل أكتر من هيك. طبعا اللعبة موجودة على الجوال، موجودة أنا عم بلعبها على الأيباد، موجودة على الجوال على التابلت. هذا النسر حلو، كل شوي بيمرق بيعطيك أموال. هلا اللي بدنا نشتغل عليه بقى باقي الأشياء، الشغلات الأهم والأحلى. الشاشة، جبت هاي الشاشة الرائعة اللي هي شاشتين فوق بعض. هاي الشاشة، الجرين سكرين أو اللوحة الخضراء، جبت هاي، هيدا تكون ورانا محطوطة يا شباب تقريبا هيك، مشان لما اصور ما يبين وراي، ما يبين وراي شي. بس لا، ليش هيك؟ شو بدي ارجع اشتريها؟ ما فهمت. ليش شيبمنت بده وقت؟ ما فهمت. بليز، غريب، معقول بدي ارجع اشتريها مرتين؟ هاي القصة ما بعرفها، هاي القصة ما بعرفها، وهلا عم بكتشفها وانا معكم. تمام، معقول بدي ارجع اشتري كل قطعة مرتين؟ دقيقة نرجع على الغرفة الأساسية تبعنا نشوف راحة الجرين سكرين. لا ليكا، شايفين هاي اللوحة الجرين سكرين؟ طب ليش بالغرفة الأولى لازم نرجع نشتريها يعني؟ عجيب، عجيبة، هرجع اتاكد مره تانية. ليكو حاطين سعره ولا؟ هلا عرفت الغلط، لاني عم اشتريها شري، المفروض افتح الصندوق. اوكي، هلا عرفت شو الغلط، هلا عرفت شو الغلط، سامحوني. من هون المفروض طلعها. صار عنا تنتين، يلا ما بيأثر. هلا هي، هلا تلبكنا شوي، هي اللي عنا اياها جاهزه، خلاص نسوها لهديك، معلش اعذرونا. وهي ننساها،
ما بيأثر، هاي جرين سكرين. طيب شو في شغلات كمان تانية يا شباب بدنا نشتغل عليها؟ المايك هدول كلها بنشتغل عليهم، بس بالنسبة للأرضية اللي فاتحة هي الأرضية الثلجية إذا بدكم، الوحيدة اللي فاتحة بما إنه خاصة حتروح ليكا. ممكن نفتح شي غيرها بعدين. يلا بمناسبة إنه هلأ برد وتلج وأعياد ومدري إيش، خلينا نعمل ثلجية. بالنسبة للحيطان فاتح هذا اللون وما له عاجبني أبدا. في هذا خاص، مفكر اشتري واحد من الخاصين هذا مثلا. وفي عنا هاد، لا هذا بس ما له، ورجيني هذا مثلا ارميدي مو كتير شي فظيع. حجري حجري، هلا الحجري ممكن، بس بتعرفوا شو مشكلة لونه عم بيضرب. هذا شلون بيطلع؟ بيطلع غامق كتير. المشكلة نحن عنا محذور وين؟ المشكلة بالأرض. ثواني بس خليني أشوف إذا الأرض فيني لاقي شي خيار تاني. شو هاد حديد؟ باركي شي مثل البلاط. حمام طلع شكله حمام. هذا بشع، هذا كمان زجاجي. طيب لا لا لا، حمام كمان ما في. هذا رخيص هذا رخيص، خليني احطه، خليني احطه. معلش رخيص بس بعدين بنلاقي شغله، لانه انا شايف من وجهة نظري انه الحيطان ما حيلبقوا مع اي شيء من الارضية التلجية. بس هلا هذا الحيط حيروح بيلبق، ما بيلبق لونه ما كتير حلو. وهذا اسود كتير. طب اذا رحنا على الوان، سرحنا على الوان شو هالغرفة العجيبة اللي عم حاول ساويها انا حاليا. طيب تعالوا يلا نتسلى بانه هي اسعار رخيصة، نجرب. ها هي حيط هيك. طيب خلصنا اذا من الحيطان والاراضي. الخلفية طبعا الخلفية الفضائية واحدة. طبعا اللعبة شحنتها، روابط البرامج المجانية للشحن موجودة بالدسكريبشن اللي بيحب يعني. هلا بقى بدنا نبلش من ناخد من الصندوق ونحط. شو في عنا اشياء هلا اللي بدنا اياه؟ عم بتذكر عم شوف شو في كل شيء عنا. هلا في عنا هدول، هدول بياخدوا مساحة كبيرة، مشان هيك هدول خليهم مثل ركن للموسيقى مثلا. ركن للموسيقى اللي هو هاد اللي على اليمين حطينا فيه الدرمز. نحط معه النوتة الموسيقية هيك، انه انت واقف عم تقرا نوتة وتعمل هذا. حط معه، فرجيني في شي تاني له علاقة بهالموسيقى هاي. ما شكله يعني، ما لي شايف شي كتير له علاقة بالموسيقى. في عنا بفلات وهيك اشياء، في عنا بفلات بس هذا المهم. هلا بالنسبة فيني احط له بقى اضاءة، هي حلوة يا ترى؟ ممكن هاي اضاءة هيك بالزاوية اساس، ولا بس اشوف التانية احلى اللي هي 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 هي. لا بقى اكتر يمكن. مشان يشوف الواحد وهو عم بيعزف على اساس. طيب نعمل ركن للرياضة مثلا، ولا البفلات. هلا انا هخلي قدامي انا بفلين صغار مثلا على الطاولة تبعي. شو ما بيخلوني احط بفل؟
ليك هون. ايوه هاي بفل. وين الثاني؟ هاي بفل. هيك يا سلام يا عيني. طيب بفلاتنا. طيب بالنسبة للموسيقى بدهم بفلات بقى من هدول الكبار. عدت الموسيقى بدها بفلات كبيرة. بنحط واحد هيك بيوزع لهديك الجهة على أساس، وواحد تاني بوزع للجهة التانية على أساس إنه هذا الدرم موصول، الدرمز موصول ب شي كهربائي يعني على أساس. حان وقت. تمام تمام عم بعطي نظرة. تذكر انه اعطوني باللعبة جائزة الدرع اللي هو 100,000 مشترك. ممكن نحطه هون. حلو. وبكتروم. طيب بدي الحيوانات بقى نبلش نشتغل فيهم. هذا بده يكون ركن الحيوانات. ممكن نعمل هيك. او انه عندي فرجيني وراي الجيمينج. ممكن يكون هون الجيمينج. ممكن في عندي هاي اللوحة حلوة كمان. بعدين في عندي هاي اللوحة. فيني اعمل فيلم مضحك شوي اني اعمل لوحة من هاي السمكة، احط واحدة تانية وراها. تمام احط واحدة ثالثة وراها. شيل هاي شوي لكمل الفكرة تبعي. شوف شلون بتطلع. حط هاد اساس هو هربان من السمك. هاي اذا في ثلاث سمكات لاحقينه وهو هربان من السمك. بالنسبة لهالاضاءة هاي هنحطها هون. ده شوي خلاص ما في داعي اضاءة اساس لكل الغرفة. هون بقى بدنا نحط شوية. شوف في عنا اشياء. في عنا هذه القطة الظريفة نايمة هون. ممكن تنام جنبي على الطاولة. يلا بتنام جنبي على الطاولة قطة. حلوة ظريفة. مين حب هالقطة يا شباب؟ ليك ليك عم تفتح عيونها. سلام. في عندي ضفادع وأرانب وسمك بس ما بعرف شو بدي أحط منهم. صورة للجيمينج ممكن تكون هون مثلا، وجنبها في هاي صورة الكيمياء بس حلوة. لا شو هاد شو مو هاي، هاي ما حبيتها كتير. اللي هي هاي ممكن يكونوا جنب بعض هيك يعملوا كومبو. تمام يعملوا كومبو اذا هيك. بدنا بقى ركن الرياضة كمان لسه ما فكرنا فيه. عنا بيضة ديناصور هتكون محطوطة هون بشكل زينة. وفي عنا حتى عندي ديناصور. هلا عنا بقى الحديد. إذا نلعب حديد فرجيني حطه هون جنبي دقيقة شوي. طبعا اعطوني آراءكم انتو بالكومنتات. هاي تبع المي حطها جنبنا عشان اذا عطشنا. باين طرفها مو باين كتير. طابة تنس بس مضارب التنس مال القرنة. بنشوف لهم القرنة بعدين. طابة التنس حخليها هون اساس القطة عم تطلع عليها.
دغرية شوي. في عندي طابات قياس أكبر، في عندي جماجم، عندي أموال، حط الأموال على الأرض. لازم نجيب بقى. هلا قالوا لي انتو شو الشغلات اللي لازم تنا. اوه هلا عرفت شو اللي نعملها. بما انه هلا نازل الهدايا وما الهدايا وهالاشياء، ممكن اني ساوي شيء يكون يعني شوي، ممكن ساوي شيء يكون له علاقة بالهدايا وهيك اشياء. مثلا مثلا دقيقة شوي. ها طيب، هلا فيني ساوي، فكيت الايباد بس ريح شوي. فيني اعمل هلا هاي المايك الاحترافي، هو هون منيح بتوقع. بحاول القط القرنة اللي بدي اياها بس ما لها سهلة يا شباب. ايوه ماشي حال. بحاول ساوي شيء له علاقة بالهدايا. ما عارف هذا عم يمرق كتير. هلا انا اجيب هدول ايه؟ هاي وهي. والله هيك احلى بتوقع. وهيك تمام. ونحط بقى هدايا. قديش شاري هدايا انا؟ كل هاي للمشتركين عشان ينبسطوا. كيف؟ هاي في مجال نقلبها هيك مثلا. هاي هدايا كتير. نحط من هاي هون، نحط من هاي هون، نحط من هاي هون. هي أربع هدايا. فينا نحط لسه اثنين بعتقد. راصين الهدايا رص. هاي مالها طعمة هون، نزلت الفكرة. أموال، حط أموال فوق الهدايا. سلام. لسه لسه يا شباب، كمان في هدايا صغيرة. يا عيني على هالهدايا. إذا مجموعة كبيرة من الهدايا حطيناها. يعني ما بعرف شو بدي أقول. في عنا لسه هيك شغلات، محل ما بنحط أواعينا، في عنا هيك حركات. المرايا هدول ما كتير فظيعين، اللوحات هدول، الكراسي ممكن. يعني في لسه مجموعة كبيرة وفي شغلات كتير حتجيبها. بكل الأحوال إذا أنتم عم تلعبوا اللعبة ما تنسوا إنه هون في شيء اسمه فريندز، فيكم تضيفوني. ون جن جن ون يوتيوب، أنا ضفت أربعة من الشباب بعتوا لي أسمائهم بنادي الون جن جن ون بالفيسبوك. فيكم تفوتوا على النادي تشاركوا بهذا البوست، حطوا لي أسمائكم، أو تحت بالتعليق بالكومنتات حطوا لي أسمائكم بقلب اللعبة بضيفكم. فيني أبعث لكم هدايا وفيكم تبعتوا لي هدايا.
هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة. طويلة الحلقة شوي، بس طبعا اللعبة يعني بدها وقت، ما لها شغلة انه بتخلص فورا، باللعبة بدها وقت. بشوفهم قريبا ان شاء الله، بتمنى تكونوا استمتعتوا، بتمنى الاقي كثير لايكات وكثير ناس تشترك بالقناة بعد ما تحضر هذا المقطع. وهذا كان كل شيء، سلام.